زهران من سعودية من مدينة جدة، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في المجلس يا محمد. الله يحييك ويجزيك. عافيك ويسلمك ان شاء الله. يسلمك. من البداية كيف تعرفت على شركة المحيط؟ والله عن طريق اخويا، هو كان عريس وجاء عن طريق شركة المحيط ومدح الشركة صراحة، اللي هو حسام الزهراني جاء قبل العام. نعم. تكلمك بأعداء الشركة بداية من التواصل مع الواتساب. نعم. عن طريق الواتساب. ما هو تقييمك لأداء الشركة بداية من تراسلهم بالواتساب؟ هل كان جيد؟ لا ممتاز. ممتاز، تعامل ممتاز. ماشي الحمد لله، ما واجهتنا أي صعوبة. الاستقبال في المطار؟ ممتاز جدا. واضح يعني كان موقعكم واضح بالنسبة لنا. ما كان في أي مشاكل. نوعية السيارات وتعامل السواقين معكم؟ ممتاز جدا. ما عليه أي ملاحظات صراحة. السياحية. الجولات كانت جميلة صراحة، جميلة جدا. ونوعية الفنادق؟ الفنادق كموقع ونوعية ممتازة، كان الاختيار موفق الحمد لله. ما الصعوبات التي واجهتك؟ ما في أي صعوبات صراحة، فقط مواقيت الرحلات من كوالالمبور للانكاوي كان شوية ماخذ علينا يوم كامل يعني. وسط اليوم؟ وسط اليوم نعم. في آخر اليوم. كنا نبغى آخر اليوم أو أول اليوم عشان نستفيد من يوم سياحة. نعم. كلمة أخيرة. الله يعطيكم العافية وشكرا عليكم على الاستقبال الجميل. وصراحة شركة أنا راح أشيد فيها بصراحة. اختياركم للفنادق كان مميز. الخدمات جميلة جدا صراحة. والله يعطيكم العافية. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله. إن شاء الله بالسلامة. الله يسلمك يا رب. السلام الله عليك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سنكون السنه الجايه باذن الله في اندونيسيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله.